السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث عن جمع ثمار نبات البسلة، وهو من الخضر الشتوية، ومثل جميع الخضروات تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية والكربوهيدرات ونسبة من البروتين. والبسلة غذاء جيد جدا لكبار السن والصغار والأطفال. هو المفروض البسلة بتتجمع كل كام يوم؟ البسلة دي بتتجمع نوبة واحدة بس. احنا ايه؟ لا مش نوبة واحدة، هي بتتجمع نوبة واحدة. التجار بيجمعوها نوبة واحدة، بيقوموا جايين اصلنها كده وجمعينها نوبة واحدة، بس احنا فلاحين بقى بن ايه بنجيب القرن الملان ونسيبها تمام عشان يستكمل. نسيبها. التجار بقى بتجيب الابيض في الفاضي في الملان في كله. يعني مثلا التجار بتقوم قطعه دي الفاضي دي، وهو بيتباع وخلاص، بيتباع وخلاص، انما احنا بنجيب القرن الملان بس. تمام. وبعد اسبوع او 10 ايام نجمع الفاضل بقى، وبتبقى جامعه نهائيه. يعني هي مش زي الفول بتطرح. لا ما هم ضحكوا علينا بقى، الله يسامحهم بقى. البسله بتاعت زمان اللي كانت بتتجمع 7-8 مرات نقعد نجمع فيها البسله اللي هي التلتينه بتاعت زمان دي، ما عادش موجوده، ما عادش تقوي منها موجوده. التقوي بتاعتنا المصريه الاصيله ما عادش موجوده الوقت، كلها اتغشت. دي بتتجمع مره واحده.